سيد الرئيس السابق التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي والمرشح لهذه الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إن حصل وفزتم بهذه الانتخابات الرئاسية، ماذا ستقدمون للشعب التونسي لم تقدموه في فترة حكمكم السابقة، ولماذا سيجدد لكم الشعب التونسي هذه الثقة؟ لأن الشعب التونسي اكتشف حجم الخديعة التي تعرض لها في الخمس سنوات هذه، بما أنه وعد بكثير من الوعود واتضحت أنها كلها وعود صفر. وأنا لا أعد شيء يعني لم يكن على الركح، لم يكن يعني وضعناه على السكة. يعني أنا فقط سأعود إلى كل الملفات التي تركتها للأسف الشديد والتي لم تواصلها الحكومة الحالية، ملف استرجاع الأموال للأموال في الخارج الذي ترك جانبا، ملف مراجعة الديون الذي ترك جانبا، ملف محاربة الفاسدين الذي ترك جانبا. وأنت تعرف أنه أول شيء فعله الرئيس المرحوم الباجي قائد سبسي هو أنه أصدر قانون العفو عن الفاسدين. الآن القضية الأساسية هي العودة إلى محاربة الفاسدين. أيضا كان هناك برنامج وطني لمحاربة الفقر ترك جانبا، والفقر تعمق في تونس والطبقة الوسطى سقطت إلى يعني إلى أسفل السافلين. أيضا البرنامج الذي وضعته منذ البداية برنامج الماء، باعتبار أنه هذا سيكون أكبر تحدي في تونس، وفعلا يعني نكتشف أن العطش أصبح إشكالية الإشكاليات في هذه البلد. إذا أنا فقط سأعود إلى كل الملفات التي بدأت أشتغل عليها والتي للأسف لم يمكنني التواصل فيها، لأن هذه المجموعة جاءت وكذبت على الشعب وأخذت السلطة بالمال الفاسد والإعلام الفاسد، وفي ظروف انتصار الثورة المضادة العربية آنذاك. الآن الوضع تغير، إن شاء الله الشعب التونسي يعطيني ثقتي لأعود فقط للملفات التي تركتها والتي كان بإمكانها أن تقدم تونس كثيرا في هذه الخمس سنوات الضائعة. فلنبدأ أولا بالأمن القومي، وفي علاقة بملف الجارة ليبيا، ماذا ستقدمون من خلال هذا الملف الذي يشكل تهديدا يعني صارخا للأمن القومي التونسي؟ أتمنى أنه فعلا تونس تعود إلى صدارة الواجهة في محاولة زحزحة الملف الليبي، لأن تونس غابت تماما عن هذا. وبالتالي أنا إذا عدت لرئاسة الجمهورية فسأسعى بكل سأعود إلى ممارسة موضوع ليبيا كشأن داخلي وليس كشأن خارجي. ليبيا وتونس مرتبطتان بكيفية تجعل أنه ما يحدث في ليبيا ينعكس علينا بصفة آلية، اقتصاديا أمنيا اجتماعيا إلى آخره. وبالتالي العودة بكل ثقلنا. أنا أشكر الأخوة المغاربة الذين تدخلوا بالحسنى، وأنه اتفاقية الصخيرة صارت في المغرب لكن المفروض أنها تصير في تونس، لأنه إحنا أقرب الناس يعني للموضوع. بالتالي تونس ستعود بقوة لتكون عنصر فاعلا في زحزحة القضية الليبية. بالحديث عن هذه الملفات الخارجية الشائكة، جميعنا يعرف موقفكم من الرئاسة السورية بقيادة بشار الأسد، وفي عهدكم قمتم برعاية ودعم مؤتمر أصدقاء سوريا من أجل الإطاحة ببشار الأسد. لماذا هذا الموقف وهل تغير؟ أولا موقف مؤتمر سوريا لم يكن يعني لم أنا أنادي لهذا المؤتمر، كان موجودا قبل أن أتي للسلطة. ثم في هذا المؤتمر لا أتحدث تماما عن إزاحة بشار الأسد، قلت لا تسلحوا الثورة، وقتها كانت مازالت ثورة سلمية، ولا تتدخلوا في شؤون سوريا لأن هذا سيؤدي إلى حرب أهلية، وهذا ما وقع تماما. إذن أنا أيضا أكذوبة كبرى أنني ساهمت في تسفير الشباب إلى سوريا، والعكس هو الذي حدث. أنا من منع تسفير الشباب إلى سوريا. لأن الموضوع بسيط، احنا عندنا مشاكلنا الداخلية التي تهمنا. أنا بالنسبة لي الآن مهمتي هي بالأساس مهمة الدبلوماسية الاقتصادية لبلدي والنائي بتونس عن كل المشاكل الموضوع الموجودة في الشرق الأوسط، باستثناء مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني. بالحديث عن هذه ربما التسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بعد هزيمتهم تقريبا، هل إذا فزتم بالرئاسة التونسية ستسمحون بعودتهم من خلال بؤر التوتر، وهل ستعيدون العلاقة مع سوريا؟ نعيد العلاقة مع سوريا لما يكون هناك حكومة سورية منتخبة من طرف الشعب وديمقراطية، وشعبهم يتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الشعب التونسي. هذا قلته ولا أريد العودة إليه. فيما يخص يعني شبابنا الذي سافر، وأذكر بأنه سافر قبل أن أكون أنا في السلطة، سافر بعد انهيار النظام، يعني في تلك الفترة التي كان فيها الباجي قائد سبسي رئيسا للحكومة، آنذاك انهارت الدولة، انهارت مراقبة الحدود. فتلك الفترة هم الذين سافروا آلاف وآلاف الشباب، منهم الذين ذهبوا إلى أوروبا للعمل ومنهم الذين ذهبوا إلى بؤر التوتر. الآن هل سنسمح أم لا نسمح؟ الموضوع مشاكل. موضوع ماذا يقول الدستور؟ الدستور التونسي يقول لك أنت ليس لك الحق لا أن تجرد شخص تونسيا من جنسته
ولا أن ترحله من بلده ولا أن تمنعه من الرجوع إلى بلده. إذن الموضوع حسب الدستور واضح، وأنا كرئيس جمهورية مهمتي حماية الدستور. إذن بطبيعة الحال نحن سنسمح للتونسيين بما أنهم تونسيين أن يعودوا إلى البلد، لكن نحن أيضا نحن نخاف من عودة متطرفين، وبالتالي سنفعل ما يفعله كل نظام يحترم نفسه ويحترم شعبه، هو أننا سنصفي في الدخول. المرأة التي لاحقت بزوجها مثلا والتي لم تشارك في الحروب وكذا، هذا موضوع، والمتطرف الخطير الذي ربما كان هو سببا في التسفير، هذا يقع التعامل مع أمنيا، يعني يجب فرز، تقع عملية فرز، من لا يشكل خطرا يعاد إلى أهله ويتهى الموضوع، ومن يشكل خطرا يبقى تحت المراقبة، وإلى أن تتم في نظر إلى أن تقول في العدالة كلمتها. جيد، نأتي الآن كذلك بالحديث عن ربما دور الاتحاد الأوروبي في نظرته للثورة التونسية، وكيف تعامل مع هذه الانتخابات ربما على امتداد مخاض الثورة وصولا إلى اليوم، وماذا تنتظرون من الاتحاد الأوروبي وكيف ستتعاملون معه دكتور المرزوق؟ نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يدعم التجربة الديمقراطية التونسية، ولكن قلنا لأصدقائنا الأوروبيين دعم الديمقراطية في تونس هي دعم اقتصاد وطني يمكن من استيعاب البطالة ومن استيعاب يعني النهاية مع الفقر، لأن الفقر والبطالة هي التي تنتج الإرهاب وهي التي تنتج الهجرة التي لا ترغبون فيها. بالتالي إذا أردتم أن لا تتلقوا أفواجا من مهاجرين وأن لا يعني يؤذيكم أي نوع من الإرهاب، فلا بد أن تضعوا إمكانيات لحتى يعني تستتب الديمقراطية باقتصاد قوي، وهذا بسيط جدا في قضيتين. أولا عليكم مراجعة الديون، لأن الديون تخنقنا ولا تمكننا من يعني من التطور الاقتصادي. ثانيا عليكم أيضا أن تقبلوا الحد الأدنى من مراجعة اتفاقية الشراكة بما يضمن لفترة معينة على الأقل حماية جمركية لصناعتنا الهشة حتى نستطيع أن نشغل أولادنا، لأنه في ظل الاتفاقيات الحال نحن لا نستطيع أن نتنافس مع الاقتصاد الأوروبي، أبعد بكثير بسنوات ضوئية عن إمكانية التنافس، وأيضا الديون تخنقنا، وبالتالي لا يمكن أن تطالبوا منا في نفس الوقت أن نكون بديمقراطية وأن نضمن لكم عدم وجود الشباب سواء في الإرهاب أو سواء في العمل السري. إذن دعم الديمقراطية هو دعم الاقتصاد، ودعم الاقتصاد في الوقت الحاضر شيئين، الديون ثم مراجعة اتفاقية الشراكة بما يضمن لنا على الأقل 5 سنوات المقبلة أن نتنفس وأن نعيد الاقتصاد ديناميكيته حتى نستطيع فعلا المحافظة على هذه الديمقراطية، لأنه في ظل الفقر وفي ظل كذا هذه الديمقراطية لن تبقى. ربما هذا ما تأملونه وما يجب أن يكون من الاتحاد الأوروبي، ولكن في تقييمكم ما هو كائن؟ كيف كان دور الاتحاد الأوروبي على مدار هذه السنوات من المخاض التونسي؟ هل كان إيجابيا أم سلبيا في رأيكم؟ لا أستطيع أنه كان إيجابيا كثيرا ولا سلبيا كثيرا، يعني كان يعني أوكي يعني أنتم والله الناس طيبين وكذا، لكن في آخر المطاف لم يكن هناك يعني عمل كبير، علما وأنه يعني سفير الاتحاد الأوروبي هنا في تونس يعني أعطى رأيه في يعني في الاقتصاد التونسي وكيف أنه ملآن بالفساد وكذا، وهذا شيء طبيعي أنه يعني هؤلاء الناس الذين يعطون أموالهم يعرفون أين يضعون أقدامهم. لكن أنا كنت أتمنى أنه يعني الاتحاد الأوروبي يعتبر تونس يعني قضية لا أقول استثنائية وإنما لها أهمية قصوى، لأنه إذا تجذرت الديمقراطية عبر التقدم الاقتصادي والاجتماعي فهذا سيعطي صورة جميلة جدا عن الديمقراطية في العالم العربي، وهذا سيمكن من إشعاع كبير. لكن مرة أخرى إذا فشلت الديمقراطية لغياب التنمية فأن الذين نحن سنخسر، ولكن الاتحاد الأوروبي أيضا سيخسر، لأنه سيواجه من جديد بموجة الهجرة الجماعية وبإمكانية التطرف إلى آخره، وهو سيدفع ثمن عدم دفع الثمن في الوقت المناسب. الدكتور الرئيس المنصف المرزوقي السابق لتونس والمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، شكرا لك على هذا الحوار الخاص لبيولونيوس.